فالجامعات ليست فقط للتدريس وإنما أيضا لإجراء البحوث العلمية. يعني الآن طالب في الجامعة كيف يختار البحث العلمي؟ أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أوراق طلابية. في هذا اللقاء سنتحدث عن أهمية البحث العلمي لطلابنا في المناطق المحررة مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فؤاد داود رئيس قسم التشخيص المخبري في كلية الطب البشري ومستشفى إدلب الجامعي. أهلا وسهلا بك يا دكتور فؤاد. حياك الله أستاذ محمد، تحياتي لك وللسادة المستمعين جميعا. حياك الله دكتور فؤاد. نأخذ تقرير بسيط عن موضوع البحث العلمي ونعود لنتابع هذه الحلقة سوية. تعتبر مهارات الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي أدوات أساسية للطلاب في تعزيز فهمهم وتطوير مهاراتهم التحليلية والنقدية، حيث تمكن الطلاب من التعبير عن أفكارهم وآرائهم بشكل دقيق ومنظم، وتساعدهم على تطوير القدرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المستنيرة. وهناك عدة مهارات تساعد على تعزيز الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي، منها القراءة الفعالة وفهم المصادر الأكاديمية، إذ يجب على الطالب تعلم كيفية استخلاص المعلومات الرئيسية وتحليلها بشكل منهجي، ومن ثم بناء سجلات مرجعية واستخدامها بشكل صحيح في كتابته. تعتبر مهارات التحليل والتفكير النقدي أساسية للكتابة الأكاديمية والبحث العلمي من خلال تعلم تقييم المعلومات بشكل نقدي وفحص الأدلة والحجج المقدمة والقدرة على تطوير الأفكار بما يتناسب مع التطور التكنولوجي. أما مهارات البحث العلمي فتتطلب قدرة الطلاب على تحديد المواضيع المناسبة للبحث وجمع المصادر والمعلومات ذات الصلة وتقييمها بشكل نقدي، مع القدرة على تصميم دراسات وتجارب موضوعية وتحليل البيانات وتفسيرها بشكل صحيح. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام من جديد، وأهلا وسهلا بك دكتور فؤاد من جديد. حياك الله أستاذ محمد، شكرا لك ولراديو الثورة على استضافتي في هذا البرنامج. حياك الله. بداية دكتور فؤاد، لو نتكلم عن أهمية البحث العلمي لطلابنا في المناطق المحررة. بداية، البحث العلمي هو عبارة عن عملية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث. طبعا هذه العملية تتم من أجل تقصي الحقائق حول مشكلة أو معضلة معينة تسمى مشكلة البحث. طبعا هذه العملية أيضا تتم وفق أو عملية البحث العلمي تتم باتباع خطوات معينة تسمى منهجية البحث. الهدف منها الوصول إلى نتائج، هذه النتائج تكون حل لمعضلة أو مشكلة معينة موجودة في المجتمع. وبالتالي يعد البحث العلمي هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، بدونه لا يمكن أن يحدث التطور الاقتصادي أو الاجتماعي. طيب الآن لو نتكلم عن كيفية اختيار البحث العلمي، يعني الآن طالب في الجامعة كيف يختار البحث العلمي؟ طبعا بالتأكيد يعد البحث العلمي من أهم وظائف الجامعات، فالجامعات ليست فقط للتدريس وإنما أيضا لإجراء البحوث العلمية. طبعا عادة ما تجرى البحوث العلمية في الجامعات بعد مرحلة التخرج، يعني في مرحلة الدراسات العليا سواء مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه. طبعا هناك بحوث قبل التخرج لكن هي تكون على مستوى حلقات بحث أو مشاريع تخرج، لكن البحوث الفعلية التي تعالج المشكلات التي توجد في الواقع هي تجرى في مرحلة الدراسات العليا، مرحلة الماجستير أو الدكتوراه. وبالتالي دائما من سمات أو صفات البحث المثالي أنه هو يكون طبعا أو يسلط الضوء على مشكلة موجودة في المجتمع أو في الواقع. الآن أنا لدي سؤال أيضا، أن كيف يكتب الطالب اليوم أو الذي يريد أن يكتب مشروع تخرج، كيف يكتب بحث علمي نموذجي أو مثالي؟ طبعا البحث العلمي المثالي أو البحث العلمي الجيد هو البحث الذي يعالج مشكلة موجودة في الواقع، سواء مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إلى آخره. وبالتالي حتى يكون يكتب البحث بطريقة جيدة لابد من اتباع منهجية واضحة في كتابة البحث العلمي. طبعا البحوث أو العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر في البحث العلمي
هي يعني مجموعة من العناصر. العناصر الأساسية التي يجب أن يحتويها البحث، أولا عنوان البحث. طبعا دائما العنوان يعني كما يقال المكتوب يقرأ من عنوان، نعم. وبالتالي العنوان هو يعبر، يجب أن يعبر عن مضمون البحث، يجب أن لا يشتمل على شيء خارج إطار البحث. طبعا بالإضافة للعنوان، بعد العنوان هناك ما يسمى بالمقدمة. طبعا المقدمة تبدأ بالعام وتنتهي بالخاص. في نهاية المقدمة يجب أن يتطرق الباحث إلى مشكلة البحث. طبعا أيضا هناك يعني عنصر أساسي في المقدمة، وهو أهمية البحث العلمي، مبررات اختيار الباحث للبحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون أهداف البحث واضحة، وهذا يتضمن أو يكون كله مضمن ضمن المقدمة. أيضا يجب أن يكون هناك دراسة عن ما تم تناوله من قبل الباحثين الآخرين بنفس موضوع البحث، أو ما يسمى بالليترشر ريفيو، الدراسات السابقة. أيضا يجب أن يكون منهج البحث الذي يختاره الباحث منهج واضح. هل هذا المنهج هل هو منهج وصفي، هل هو منهج تجريبي، هل هو منهج شبه تجريبي. أيضا يجب أن يكون البحث محدد بحدود معينة زمانية ومكانية. وأخيرا لابد من وجود خطة زمنية لتنفيذ البحث. بالنهاية هناك شيء مهم جدا، وهو ما يسمى بالreferences أو المراجع أو المصادر التي اعتمد عليها الباحث في كتابة بحثه، سواء في المقدمة أو حتى في الدراسات المرجعية. نعم. طبعا هذه هي عناصر يعني تسمى عناصر خطة البحث العلمي التي يجب أن يعدها الباحث قبل أن يبدأ بتسجيل البحث. نعم. طب الآن دكتور يعني نأخذ فاصل قصير ثم نتابع معك حلقتنا هذا اليوم. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا الدكتور فؤاد. أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله أستاذ محمد. حياكم الله دكتور. يعني نتابع حديثنا عن البحث العلمي، ما هي المصادر التي يمكن أن يلجأ إليها الطالب لكتابة البحث العلمي؟ بالنسبة للمصادر أخ محمد التي يعتمد عليها الباحثين في إعداد البحوث العلمية، أولا يجب أن تكون هذه المصادر مصادر علمية موثوقة، بمعنى أنها تكون عبارة عن أبحاث محكمة من قبل أخصائيين ومنشورة في مجلات علمية. هذه المجلات سواء كانت مجلات عربية أو مجلات أجنبية، يجب أن تكون مجلات علمية رصينة، وبالتالي يمكن الحصول على المصادر أو يمكن الحصول على المعلومات من خلال هذه المصادر. نعم. طب ماذا عن دور المجتمع في البحث العلمي؟ حتى يكون البحث العلمي على تماس مع الواقع، لابد من وجود شراكة مجتمعية بين الجامعات والشركات، سواء شركات القطاع العام أو الخاص. بالتالي إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم نلاحظ أن هناك فجوة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، أو بين قوسين الجامعة بالتحديد. لذلك حتى يحدث تطوير أو تطور للبحث العلمي، لابد من خلق شراكة حقيقية بين وزارة التعليم العالي وبين مؤسسات القطاع العام والخاص، لأنه إذا أردنا إنتاج بحوث بمستوى جيد لابد أن يكون هناك دعم مالي لهذه البحوث، ولابد أن تكون هذه البحوث لصيقة بالواقع وتحل مشكلات موجودة في الواقع. هذا طبعا كما قلت أو أسلفت لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود شراكة مجتمعية، شراكة حقيقية بين الجامعة والمجتمع أو القطاعات بشكل خاص، سواء القطاع العام أو الخاص. نعم. طيب هل في المحرر سبق أن يعني تم إجراء بحوث علمية في المناطق المحررة؟ طبعا البحوث العلمية التي تجرى الحمد لله الآن، يعني إذا أتينا وعملنا إحصائية لعدد الباحثين المسجلين في جامعة إدلب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، هناك أكثر من 300 باحث في نعم في مختلف الكليات الأدبية وكليات الشريعة، الكليات الطبية، كليات العلوم، بالإضافة إلى الكليات الهندسية. معظم هؤلاء الباحثين طلبة الماجستير والدكتوراه يقوموا بإجراء بحوث. هذه البحوث إن شاء الله سترى النور قريبا، وسيكون لها إن شاء الله أثر إيجابي على المجتمع بإذن الله. طيب دكتور، الآن دعنا نتكلم عن معوقات البحث العلمي في المناطق المحررة. طبعا بالنسبة لمعوقات أو معيقات البحث العلمي خاصة في مناطقنا المحررة، حقيقة يعتبر العائق المادي هو العائق الأساسي.
إذا أردت أن تنجز بحث علمي جيد فلا بد من توفير البنية التحتية لهذا البحث. البنية التحتية خاصة في الكليات العلمية نقصد فيها المخابر والأجهزة التي يمكن من خلالها إجراء البحث. طبعا كما قلت أستاذ محمد، إذا نظرنا إلى الدول المتقدمة فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة، نصيب الفرد من البحث العلمي 1200 دولار، ميزانية البحث العلمي في الولايات المتحدة حوالي 600 مليار دولار، الصين تأتي بعدها مباشرة. لذلك الدول المتقدمة تخصص نسبة كبيرة من عائدات الدخل القومي في دعم البحث العلمي. في واقعنا أو في مناطقنا المحررة، حتى نقوم بإنتاج بحوث علمية مميزة لابد حقيقة من وجود شراكة حقيقية بين الجامعة ومؤسسات القطاع العام والخاص. دكتور، الآن يعني قبل أن نختم لقاءنا لهذا اليوم، نصائح توجهها للطلاب لتحسين واقع البحث العلمي. حتى يكون الباحث مميزا لابد من توافر مجموعة من الصفات، وهذه معروفة لجميع الباحثين. يجب أن يتصف الباحث بالصبر والعزم على استمرارية البحث، يجب أن يكون لديه القدرة على تحمل المصاعب، يجب أن يتصف بالتجرد العلمي بالموضوعية، يكون لديه فضول دائما، يحتاج إلى أن يبذل جهد أكبر، يقرأ بشكل متواصل، لأنه حقيقة القراءة هي التي تصنع الباحث المثالي. إذن متابعينا الكرام، كان هذا محور لقائنا لهذا اليوم، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات المناطق المحررة. وختاما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فؤاد داود. شكرا لك دكتور فؤاد. شكرا لك أستاذ محمد، أيضا الشكر موصول لراديو الثورة على هذه الاستضافة. حياكم الله. والشكر أيضا موصول لكم متابعينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.